الناس اللي يسمعوا فينا الكل، نحن في رامبوان القنطاوي. قلت انا ديجا ملي ديت ليميسيون تاعنا اليوم راهو عندي دي فوتشر بور ديني للناس اللي يسمعوا فينا الكل، دونك عندي بوكو 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 دو فوتشر دينر فوتشر للناس الكل اي بور دو بيرسون، دونك كل فوتشر معناتها نحاول هكا نختار برشا كوبرويت اليوم. ماهوش عيد حب، ما انا حبيت هكا نعملوا عيد شغل على عيد حب. وصل بحذايا ان اوديتور، مرحبا بيه، تعرف علي عسلامه. عسلامه، شنو احوالك؟ الحمد لله سافا، مواطن تونسي تيبيك مروح من الخدمه تاعك. لا نزلت نرجع نخدم، نزلت نخدم والله والله. وقتاش تكمل؟ والله 7:30 8. شو ما تعرفناش عليك، شنو اسمك؟ جمال صحراوي، جيرون دو لا سوسيتي غايزاب، سبيسياليزي في تو سكي ديفلوبمون ويب لوجيستيال. دونك فوالا. ليه عندك وليدات؟ متزوج؟ عندي بنوت عمرها عام. اي ما شاء الله، شو اسمها؟ دونك بالمناسبه نعمل هذه ديكاس اسمها اسوه. اسوه، ان شاء الله اسوه حسنه يا سيدي، وان شاء الله قدوه حسنه. الاسوه هي القدوه. هي القدوه. وان شاء الاسوه هي القدوه الحسنه ديجا. يعني مفهوم الاسوه هو القدوه الحسنه. مي سيدي انا نعطيك الفوتشر هذايا انت والمدام، مبروك عليك. ميرسي. ووقت ما تحب هكا عندك النيميرو، دونك عشايا مستوستين كيف في البور نتاع القنطاوي. والله نسلم على العائله الكل، ونسلم على لي دو اسوسيين نتاعي نجم الدين ويحيى. اي. وعلى اللي يعرفوني الكل. بحذانا نوديتور هبط من كرهبته، خلى خطيبته تستنى. وقال مادام الحكايه فيها ديني رومانتيك ومادام الحكايه فيها امور معناها رومانسيكيه، قال الراجل لازمني نهبط بصراحه. كبتيتنا من بكري من القنطاوي تسمع فينا. نسمع فيكم بكري من القنطاوي، نتبع فيكم ديجا. كي وصلت انتم مشيتوا درت بالرامبو عاودت حكيت عليكم لنا. شنو تعمل في الدنيا يا مسيو؟ ارتيزانا، نخدم ارتيزانا. ربي ان شاء الله ربي يبعث لنا شويه ليونات. بالحق شنو كيزده شويه الامور؟ برشا. بالحق؟ برشا. كيفاش ترى؟ برشا في المشكل، ليونات ما عندك شكون تبيع سلعة، ما في المشكل شيء، ربي يبعث شوية توريست إن شاء الله. لا لا بس إن شاء الله موسم سياحي يتعدى لنا ممتاز. دونك هذا سندي لي فوتشر ليك وللمدام بور دو بيغسون، فوالا فوزافي لو نيميرو في بير القنطاوي، عندنا فريمون في في اي بي، تمشي تعمل اون ريزرفاسيون تاعك وقت الوقت اللي انت تحب عليه، وتعمل ان تري بون كيف وصحة ليك. ميرسي بوكو ريم، الله يسلم على كل من يعرف حسني محجوب وصحاب حسني محجوب الكل. عسلامة مرحبا بك. عسلامة مرحبا ريم. سافا شحبالك؟ جيت تهبط من الكاميون هذاك؟ لا من بارتنير. بارتنير وين هي؟ شبي ما شفتهاش. عليك. اني بارتنير البيضاء. هذه هذيك القدامية؟ باهي اوكي. شنو تعرف الثاني تعرف علي؟ شوفير بشركة تاكسيست سابقا 1941. وتوا شوفير بشركة. باهي ساق ان شاء الله ربي معاك. عاشك وربي يعينك. قداش تخدم الساعة في النهار؟ نخدم في 10 سوايع. كل في الكياس في الطريق؟ كل في الكياس. ان شاء الله ربي يعينك والله. يا سيدي هذايا سانديني اللي كنت والمدام تسلم عليها. ميرسي ريما، عاشك. ميرسي. شنو تقول لها المدام؟ ان شاء الله ربي يخليك ليا ولبنتي و هذاك هكا هو. سلم برشا على ناجح قداس وسميره بن يحيى، ونسلم برشا على شهد وعلى مجد تعدوا بحذايا في كليو تونس 194 شفتهم، سلم عليهم على الاخر على الاخر على الاخر. عسلامه. عسلامه. تقرب شويه الميكرو. سافا. سافا. شنو احوالك؟ الحمد لله. الوجه هذا مألوف، شفتك قبل. جيناك. جيناك قبل. سالي مسيو. وي فوالا، شفت انا ما ننساش العباد اللي نعرفهم. عسلامة. سالو سافا، يعيشك ربي يفضلك. قل لي شو تعمل في الدنيا؟ تقرا بياسين سؤال غبي على الاخر. يا بنتي اقرب الميكرو مش اي حد يريك. اي قل لي كلمني. تقرا شنو؟ مش نعدي لك مش قيمتك اورال معناها. نقرا وتيه. اي شنو امورك؟ سافا الحمد لله، لاباس مريقلي. وشاي مريقل تماما. امورك خارقه العاده، عامله بون كيف، عامله جو، على شكون تسلم؟ نسلم على عائلتي. اي. وصحابي. اي. وفما ديديكاس خاصه. اي. الامين بن عمر. اي. نهار اللي جبتوه انتوما. اي. اللي نقرا اتيود وما نجمتش نجي. اي. دونك وغدوه الانيفرسير نتاعو، نقول له عيد انيفرسير. سنة غدوة عيد ميلاد أمين بن عمر. بالحق شبيه عيد ميلاد يا رمضان؟ شكي حد في البلاد يا رسول الله، شبيه نلخك يا العباد اللي تقولي سلفني مليون وزملان. كرا نهار ذكرت نهار عيد ميلادي ما خدني شوية زانيفرسال انت يوسف. نهار عيد ميلادك عطيك مليون بحلاها مدام، محلاها محلاها محلاها. تعيش بكري هي تدور معانا مغرومة بالكرهة بالعاليين، قالت مغرومة باللي فواتور معناتها الكبار، وفرحانة اللي هي راكبة في الهامر وهي اونسانت. سا
في الستيم موا قلت لها كانك شاهية نعمل بك دورة نعمل بك دورة راهو معناها الله يجعلني جرة راهو كي شاهية باش تحوس فيها ندور بك شنو اسمك؟ سناء مرحبا بك يا سناء تحفونا يا مزيانة بحثنا انت ومسيو جيتو بحثنا باش نربحك بيان سور باش نمشي تعمل ان بون ديني عايشك نفكر احنا خالتين فيكم والرومبوان رومبوان توا جاي راح بيعمل خدمة ونحن نربحو فيكم خلصتو ايسونس الديني يلا ميسيو لسا باش نعطيكم الفوتشر الساعة هذيا بوغ دو بيغسون الدنيا نتعرف عليك شنو تعمل جيستيونير سوسيتي كوميرس ربي عينك يا اختي نهار كل تحسب معناها نهار كل على البيسي عينيا منقوبه ربي معك يعيشك ومعك زيده عندك وليد ان شاء الله ربي يوصلك بالسالم وش تسميه ان شاء الله ما لقيتش اسم تحفون وخفيف مازلت نخمم علاش كنت نسلم عزيزتي سناء نسلم على دارنا برشا ودار حميتي عيبي مسيو ما حكيناش مع عسلامة عسلامة شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله صافا شنو عاملة فيك مدام سناء؟ الله يعاملك أنا كل خير عيبي وهو شنو عامل فيك مدام سناء؟ صافا كل خير شفتي أنت هو قال كان كل خير وأنت قلت صافا نسى ديما إرضائهم غاية لا تدرك هو خاطر الراجل يخدم بعيد دونك ديما ماذا بيا بحذايا ما يجي الأكثرية كان في الويكاند اليوم بزهر كونجي فهمت اي مرأة تحب رجلها ديما بحذيها دونك اليوم بزهر كون باغازير جيت بحذا كونجي بحذا مدام سناء بيخرق العاده انت ما عندكش في مخك اسم البيبي ما عرفتش انا حيرتوني معاكم والله ما مازلنا ما تفهمناش ما لقيناش حاجه شنو قدرتك باغ كيوريوزيتي نحب نعرف سميتو ولدكم بربي كي تسميوه قولوا لي بربي اسمعني كي تسميوه قولوا لي انت كي تسمع باسم اوريجينال ما تسالش قول عليه في الراديو عسلامة خويا مرحبا بك يا عمود معايا بخير عايشك مازال بكنا جيتك من فوق بالحق اسمعك الهدى الشاب يا رب جايين نحكي عليك والله ما خلطتش والله وراسك مع المسيو جا قبلك ما خلطش والله الا جاي اسمعني قل لي على شكون تسلم يلا سلم على الناس الكل على كلوزافيهم وعلى يعرف حافظ العمري كل يا ربي يفضلك مسيو مرحبا بك بكري وانت تستنى معانا نشكرك على الباسيونس نتاعك والله بس خايبك خلقت وشيت انا لا بارك الله فيك وسامحني كان استنيت برشا على شكون تسلم تفضل مرتي اللي هي تو تسمع فيا راني في التلفزيون ابتسام العقربي على بابا وامه والفاميل الكل هكايا شو اسمك؟ رامي البعطوت رامي بهيش رامي ديجا رامي بروبوزي رامي بروبوزي رامي ومازلنا نخمو تي رامي ياسر قريناها في كتاب القراءة بصراحة قالك بدلو قالك بدلو ردو ربيع ربيع اي بيه ايه؟ اكهو عندك بنية عندك وليد والله ان شاء الله ربي سهل اي بيه مش تسمي حياتي سناء مش نقعد نرقد شي لا لا كمش نسمي نشوف اسم انتيكو برا مثلا ولد ولا بنية صح؟ وليد احنا طبعا حالين في اسم ولد والله فما بيرم بيرم يعجبني اسم فما زوز اسم يعجبوني اسم بيرم واسم رستم حتى اسم رستم يعجبني فما وجهي لا لا شو هذا معنى بغلب الاسم هذا نحي فما يوسف يوسف هي عندهم يوسف اما بيرم ورستم بالحق اسامي نادره ومذخمره واكبريه بيرم ورستم وكنزه وبيا هذوما كلهم اسامي معناتها هكا معناتها اكبريه اسلم يا زنوبه ساتيني بوسه مزيانه يا زنوبه علاش كنت تسلم ماما وبابا واخواتي سمي يسري يسري قالوا لك يسري المستمعين يسري قيد يا مدام سناء يسري بيرم رستم الناس تقترح عليك قول محمد 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 هذاك هذاك عندنا في العائلة مشكل عسلامة شنو حوالك؟ اعطينا اسم ولد الساعة من قبل ما تبدا مراد معايا ديجا معاك مراد الحمد لله اي بي صافا على شكون سالم صافا على مراد على مراد يا مراد وسنين مراد وقت بالزمة باش نسلم عليه ومعايا ديجا ما جوست باش نزيد نسلم عليه داكور سلم على مراد اش لقبه مراد زاد بن عبد الله مراد بن عبد الله باهي خرق العاده اش قالك ترى سني عطيتي بيتزا سيمي يعيشك يعطيك الصحة والله هكا عندك مراد وعندك بيرم وعندك ريان وعندك رستم وعندك خم وعندك خليل وعندك ساليش وجيه بالله وجيه اليوم وجيه لا يا مدام يا مدام ويوسف لا يرد بالك يوسف ذا معناتها يطلع لك يكسر لك أي حاجة يرضيك في داري كسرين فهمت فلا نخرجوا موزيكا بخو معنا راجعين بعد شوية مرحبا سي
c'est la fin de l'émission interne à اليوم. Excellente soirée à la Knoz FM. Merci. On montre ce qu'il a à vivre l'esprit d'équipe. Redoua, mais ne te قابلوش. لأن الطغتي باش تكون رياضية 100%. ما تقابلوش على بعض. Redoua في émission. جدا من تكسيري. Bye bye. Ciao.